لي الله الشهادة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. وخلال استقباله وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بحث الرئيس السيسي مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية. وصرح المتحدث الرسمي أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين. وفي هذا السياق أعرب الجانبان عن القلق البالغ نتيجة لتردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع تأكيد ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع وعدم تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وثمن وزير الخارجية التركية في هذا الصدد دور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكد الجانبان أهمية الدفع كذلك نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.